أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والبلاء مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسم مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشجم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مركب والميراج سفر وسدرة المنتهى مقام وكعب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رات العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين يا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله
برغل اولا بكمالي كشفت جا بجمالي حسنت جميع كسالي صلوا علي وعلي وأصحابي وسلموا.